السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوات الميمة. اليوم ان شاء الله نقدم لكم حلوى دوازتاي، كتجي جديدة بزاف، كتذوب في الفم بدون طابع. بقاو معنا بشوف المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات اللي نحتاجو ليهم، نحتاجو 80 غرام ديال الزيت، 80 غرام ديال السكر حبيبات، جمار كبار ديال النشا، عندي هنايا ليمونة حامضة غناخد القشور ديالها، وناخد نص ديال هاد الليمونة هدا غنعصر العصير ديالها ونستخدمو في العجين ديال الحلوى ديالنا، جوج الحبات ديال البيض، خميرة كيماوية الوزن ديالها 8 غرام، وكيس من الفانيلا، وعندي هنايا الدقيق كيبقى حسب الخليط. الأول غناخد القشور ديال الليمونة هادي تنحطهم في هاد الحكاكة الرقيقة، غندور عليها كاملة، نحك ليها القشور ديالها. بعد ما حكيت القشور ديال الليمون، غناخد نصف هاد الليمونة هادي، غنعصر العصير ديالها، بعد ذلك غنضيف البيض، فانيلا، السكر، غنخلط المكونات مع بعضهم مزيان، بعد ما تنخدمو البيض مزيان مع السكر، غنضيفو الزيت، غنضيفو كذلك النشا. بعد ذلك نضيف الدقيق شوية بشوية، ونضيف معاه خميرة كيماوية، نبداو نجمعو العجينة ديالنا. هو العجين بعد ما جمعناه، هنا بديت كنشكل في الكويرات. الاول حجم ديال الكويرات، غنشكل كاع العجينة كويرات بحال الشكل هذا، يكونوا متساويين. العجين ديالنا على شكل كويرات، انا خديتهم بلاستيكه على هذا الشكل هذا باش ما ينشفوش ليا بسبب البرد. عندي هنا جوز الهند، وعندي هنايا كاس، فناخذوا كويره من الكويرات ديالنا. العجين ديالنا مزيان على هاد الشكل هدا، تنضغطو على بالكف ديال اليد ديالنا مزيان بحال هكا، تنبسطوها بهاد الشكل هدا، أو تندوزوها هنايا في جوز الهند بهاد الشكل هدا مزيان بهاد الشكل، تندوزو على الجناب ديالها بهاد الشكل باش تفند لينا مزيان. هنا تنبداو في الراحة ديال اليد ديالنا، تنجيبو الكاس أو تنطبعو
الحلوى ديالنا على هذا الشكل. هذا تنوضعوه في اللاطه اللي غتدخل الفرن. من بعد ما انتهيت دخلت الحلوى للفرن كطيب. ها هي من بعد ما طابت وخرجتها من الفرن كيفاش تجي على هذا الشكل. هذا ها هي هذه. كتجي هشيشة ورطبة كتدوب في الفرن. هيا الحلوة ديالنا في الشكل ديالها النهائي. كنتمنى هاد الفكرة هادي تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. لا يعجبكم هاد الفيديو هذا اعملوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائلة والأصدقاء، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة.